أخبار الرياضة على الحياة FM. صباح الورد صباح النور، مرحبا بكم في لافي سبور. رسميا بعد نهاية الاجتماع الهيئة التسييرية البارح برئاسة مراد بلكحل، تقرر تثبيت محمود الدريدي كمدرب أول للفريق بعد رفض مراد العقبي تدريب الفريق. ذكر أن الشبيبة استغنت عن المدرب خالد بن سيسي، وإلى حد الآن دون ذكر الأسباب سيتم الإعلان الرسمي عن المدرب في الساعات القادمة. موضوع يبقى للمتابعة. وصل المنتخب الوطني للأكابر تحذيراته للمقابلتين الوديتين ضد منتخب جزر القمر يوم 22 سبتمبر ومنتخب برازيل يوم 27 سبتمبر في باريس، وذلك تحذيرا لمشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022. وشهد مقر طرابلس المنتخب الوطني تواصل توافد اللاعبين بالتحاق كل من نعيم السليتي، محمد دراجر، مرتضى بن ونيس، منتصر الطالبي، وشيم الجبالي، ويفترض أن يلتحق اليوم كل من عمر الرقيق، حنبعل المجبري، حمزة المثلوثي، سيف الدين الجزيري، عيسى بلال العيدوني، الياس الصخيري، ديلان براون، عصام جبالي، أنيس بن سليمان، وراميك عيد. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن برمجة زوز مقابلات ودية بين منتخب الأواسط لدرب عادل السليمي بمساعدة هيكل جمامدية ونظيره الفرنسي بملعب حمادي العقربي برادس، وذلك يوم الأربعاء 21 والسبت 24 سبتمبر بدايم الستة متاع العشية. محليا أعلن الأولمبي البيجي عبر صفحته الرسمية مواجهة النجم الساحلي في آخر مبارياته الودية ضمن طرابلس التحذيري المقام بمدينة سوسة، وتمت برمجة هذا اللقاء الودي يوم الخميس 22 سبتمبر بدايم الأربعة ونص دون حضور الجمهور. فاز الملعب الرياضي الصفاقسي على جار النادي الصفاقسي بهدفين مقابل صفر في المواجهة الودية، ويواصل السي اس اس تحذيراته لانطلاق سباق الرابطة المحترفة الأولى إضافة لمواجهة منافسه الأثيوبي في الدور الثاني من كأس الكونفدرالية. من كرة القدم نبدلوا اختصاص كرة اليد، دارت البارح مقابلة الجولة الثانية من فعاليات الدورة 37 للبطولة العربية للأندية أبطال بتونس، واللي تتواصل إلى يوم 27 سبتمبر في مقليل نتائج. الزمالك المصري كان فاز على الكويت الكويتي 23 مقابل 20، الترجي الرياضي يفوز على مولودية الجزائر 30 مقابل 20، والنادي الإفريقي يفوز على السالمي الكويتي 31-24. في الرياضة العالمية تلعبوا البارحة عديد المقابلات في مختلف الدوريات الأوروبية، أسفرت نتائج على النحو التالي. في الدوري الإسباني أتلتيكو بلباو يفوز على رايو فاليكانو 3-2، وساسونا ينهزم أمام خيتافي 2-0، فيا ريال يتعادل مع شبيليا هدف لهدف، ريال سوسيداد يفوز على اسبانيول 2-1، ريال بيتيس يفوز على فيرونا 2-1، والديربي بين الأتلتيكو والريال ينتهي بفوز الريال 2-1. في الكالشيو الإيطالي تورينو ينهزم أمام ساسولو هدف مقابل صفر، ودينيزي ينتصر على انتر ميلان 3-1، كريمونوزي ينهزم أمام لاتزيو 4-0، مونزا يفوز على اليوفي 1-0، فيرونتينا يفوز على هيلاس فيرونا 2-0، روما ينهزم أمام أتلانتا هدف مقابل صفر، والميلان ينهزم أمام نابولي 2-1. في الدوري الألماني برلين يفوز على فولسبورغ 2-0، بوخوم يتعادل مع كولن 1-1، هوفنهايم يتعادل مع فرايبورغ 0-0. نختم بالدوري الفرنسي، ليل ينتصر على تولوز 2-1، ستاد ريمس ينهزم أمام موناكو 3-0، كليرمون فوت ينهزم أمام تروا 3-1، مارسيليا يتعادل مع رين هدف لهدف، ستاد بريست ينهزم أمام أجاكسيو هدف لصفر، نفس النتيجة نيس ينهزم أمام أونجي هدف لصفر، نونت يتعادل سلبي أمام لونس 0-0، وليون ينهزم على أرضية ميدانو أمام باريس سان جيرمان هدف مقابل صفر. نختم نشرتنا الرياضية بمعلومة صحية، أثبتت الدراسات العلمية أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي في الصباح يساعد على الحماية من أخطار أمراض القلب والشرايين، حيث أن ممارسة التمارين الرياضية تعمل على تنشيط الدورة الدموية بشكل أفضل مما يضمن صحة أفضل للقلب والشرايين. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحيات عبدالله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM.